السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي على قناة اليوتيوب. النهاردة بفضل الله عرضنا من المزرعة البيتي، ولكن مبدئيا أتمنى من حضراتكم ما تنسوش سكور ربنا والصلاة على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، عشان ربنا يكرمنا جميعا. يلا بينا نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بفضل الله عرضنا بيتكون من 17 رأس كلهم ذكور فيهم نتاية واحدة، يعني 16 ذكر ونتاية. الأعمار بفضل الله 7 شهور، فيهم حوالي حتتين 6 شهور بس، فيهم بسم الله ما شاء الله خروفين مشروع كبش، الله أكبر الاتنين اللي هناك دول حاجة بسم الله ما شاء الله. الغنم واخدة جميع التحصينات اللازمة، وبيتم تحصين الجرعة التنشيطية قبل ما تستلم شغلك، تمام كده. مش هطول لحضراتكم، السعر جملة بفضل الله في القضية دوت 17 حتة 7500 جنيه، 7500 جنيه السعر جملة. في قطاعي لو عايز تاخد قطاعي حتة 2 3 5 10 اللي انت عايزه، في قطاعي بفضل الله. والنتيجة ما شاء الله عليه برضو جرمة، النتيجة اللي هي لسه داخلة بتاكل ايه. المكان بشتري من باب محافظة الجيزة، للتواصل عن طريق الواتساب او تليفونين على رقم 0155-955-1306، هتلاقوا الرقم في اول فيديو تقدروا تنقلوه وتواصلوا معايا عن طريق الواتساب او تليفونيا. ربنا يبارك لصاحب النصيب. كان معكم محمد مصطفى من قناة المزرعة البيتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.